اليوم الحمد لله، اليوم الاول في رمضان الاسعار تتبان لي مناسبه الحمد لله في المتناول ديال الجميع. عندنا مثلا بحال القمرون شويه اللي مرتفع الثمن ديالو بين 140 درهم 130، كاينه الميرلون 60 درهم يعني الثمن الاعتيادي ديالها، كاين عندنا الصول 60 درهم، الموستيل 60، عندنا اللي عندنا السرجيل داير تقريبا 13 درهم، الشرين 20 درهم، يعني ما كاينش شي ثمن، ما كاينش شي زياده بزاف على المعتاد، تقريبا الاثمنه مشابهه تقريبا الايام العاديه بالنسبه لليوم في الاول في رمضان. ما بالنسبه للاقبال كاين شويه ديال، باقي ما نقولوش كاين شي اقبال اللي هو بزاف، باقي عتي اليوم الاول وكاين شويه ديال الحراره وداك الشيء، تيكون الاقبال ديال المواطن شويه على الحوت قليل. مسدي الشهر ديال رمضان تتكون ان شاء الله تكون الاقبال ماشي بحال الشهور العاديه، الحوت شويه تيتزاد شويه في الثمن، تيكون الاقبال عليه من طرف الساكنه، والحوت كيتكال في رمضان ماشي بحال كيتكال مزيان في رمضان، كل الامور اللي كتزاد شي شويه في الثمن من طبيعه الحال تيكثر عليها الازدحام والاقبال في رمضان، بحال القمرون، بحال الكالمار، بحال لالوط، الامور اللي كيديروا بها الناس الاكلات الخفيفه ديال رمضان.